مساء الخير. بدأنا في سلسلة حلقات رحلة الإيمان، قلنا إنها عبارة عن منهج متكامل للتغيير، واتكلمنا عن فكرة إن الصيام 30 يوم فهو الأساس فيه 30 يوم لترويض النفس والإرادة وتطويرها وتقويمها للتغيير بشكل عام. فنقدر في الأيام دي نمشي على خطوات تحقق تغيير ملموس داخلي وخارجي. العلماء سموا الخطوات دي منازل السائرين، هم 10 أقسام عبارة عن 100 خطوة. دول خطوات تحول النفس والقلب من القلب الغافل للقلب الذاكر الموصول بالله، وبالتالي طمأنينة القلب والحياة. بنتكلم في الحلقات عن أكتر الخطوات اللي ما ينفعش نفرط فيها في الرحلة دي. أول قسم من 10 أقسام هو قسم البدايات، كانت أول خطوة فيه هي خطوة اليقظة، وقلنا إن اليقظة دي الأساس. أنت لازم تبقى صاحي أصلاً، مش غافل، واعي، مدرك لكل لحظاتك اللي أنت عايشها. علشان كده اليقظة هي أول خطوة فعلية في الطريق للتغيير والوصول لربنا. بعد اليقظة تاني خطوة، وهي أول الخطوات العملية، هي التوبة. هي فرصة إنك بتبدأ بداية جديدة في كل لحظة تقرر فيها إنك تتوب. الخطوة اللي بعدها اتكلمنا عنها امبارح هي المحاسبة، وبعدها الإنابة. المحاسبة هي النظر ومراقبة النفس بمعايير التقوى، والإنابة قلنا ان هي الترجمة او تنفيذ عهد التوبة مع ربنا. النهاردة هنتكلم عن الخطوة اللي بعدهم، وهي التفكر. ايه هو التفكر؟ العلماء قالوا التفكر هو انك بتفعل البصيرة اللي جواك. وايه هي البصيرة؟ هي انك بتشوف كل حاجة بأنوار الله مش بهوى نفسك. كل ما زادت درجات البصيرة جواك، كل ما زادت الطمأنينة، لأنك عارف تشوف الحكمة وعارف تشوف كل حاجة بحجمها الحقيقي، وأولهم الدنيا وما فيها. وبالتالي هتفضل مستمر في تنفيذ الخطوات وبتطور فيها، الإنابة والمحاسبة والتوبة وقبلهم اليقظة. طيب خلينا نقول الإنسان مكون من 5 حاجات: روح وعقل وقلب ونفس وجسد. النفس بتدرك الأشياء عن طريق الحواس، العين تدور على الأشخاص والأشياء، الحاجات الملموسة، لكن القلب له عين برضو، لكن عين القلب هي البصيرة، بس ما بتدورش على حاجة ملموسة، بتدور وبتبحث في حاجات تانية. عملية البحث دي اسمها التفكر. طيب إيه الحاجات اللي البصيرة بتنشغل بيها وبتفكر فيها وتتفكر فيها؟ 3 حاجات. أول حاجة بتبحث عن عين التوحيد. يعني إيه؟ يعني التفكير في ذات الله، يعني ربنا اتوجد ازاي وكل التفاصيل المتعلقة بذات الله، وده منهي عنه. لكن ده بيحصل في بدايات مراحل التفكر، وانت لسه داخل في الموضوع جديد. بتروح التفكيرات دي بالانشغال بالتقوى، يعني بالانشغال بتنفيذ قوانين ربنا، فيحصل ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. ربنا هو اللي يعلمك ويطمنك بطريقته. أنوار الله بتقذف في القلوب، فتهدي كل الأفكار اللي بتستهلكك في التفكير في ذات الله. تاني حاجة بتنشغل بها البصيرة وتتفكر فيها هي لطائف الصنع في الأقدار والمواقف. يعني إيه؟ يعني إيه الحكمة من اللي بيحصل؟ فين لطف ربنا في المواقف اللي أنا بتعرض لها؟ إيه الرسالة اللي مفروض أفهمها والدروس اللي أتعلمها؟ من غير بصيرة ولا تقدر تفكر إنك تشوف المنع غير إنه فقد وعذابه بس. لكن كل ما ازدادت البصيرة ازدادت الحكمة، فهتشوف اللي غيرك مش شايفه ويطمنك في عز الوجع. فالحكمة بتنمو بالتفكر، فتبدأ تدرك إن كل شيء منع أو عطاء هو لحكمة، وده طريق التسليم التام لله. تالت حاجة بتنشغل بيها البصيرة بالتفكر فيها هي معاني العبادات ومعاني الأعمال اللي بتعملها. تفكر في إيه المعنى من العبادة، الهدف منها، مش فكرة تأدية واجب. فالتعلق ما يكونش بالعبادة نفسها وتأديتها، العبادة هي وسيلة تعلقني بربنا مش مجرد عادة. والتفكر في معاني الأعمال اللي بنعملها في الدنيا إن تكون مركزيتها ربنا مش هوى النفس، وتعلق بيها في حد ذاتها. فمع الوقت فكرة التملك بتهدى، والدنيا باللي فيها بتبقى مجرد حواليك مش في قلبك. يعني بتكون مركزيتك ربنا في كل عبادة وكل عمل. قلبك مع الوقت بيتشرب بفكرة المركزية دي، فيحصل لك تطورات إنك تبدأ تغير على ربنا، عايز تدافع عنه، ما تظنش فيه سوء أبدا. وده هتطبقه على نفسك وعلى الآخرين، مش هتستحمل حد يظن في الله ظن سيء. طيب نفعل إزاي البصيرة اللي هتفعل التفكر بالشكل ده؟ العلماء قالوا بأربع حاجات. قالوا يأتي النور في القلب إذا بعدت عن الشهوات وهوى النفس، من خلال قلة الكلام، قلة الطعام، قلة المنام، قلة الأنام الناس.
التفكر هو خطوة هتلزمك، هي مفتاح الإحلال والتبديل بين نظرتك لكل حاجة في الدنيا هي شايفها أنها سبب لوجعك لحقيقتها، وحقيقة معاني كتير هتكون سبب لطمأنينتك. هنتكلم بالتفصيل عن معاني التفكر مع ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.